مرحبا مشاهدينا الكرام، حياكم الله. جولة جديدة من برنامج جولة مراسل، الآن متواجدين في محافظة كربلاء وبالتحديد بشارع ابن الحمزة. هذا الشارع كثرة الأيادي العاملة المتواجدة في هذا المكان، وخصوصا بالأعمال اليدوية اللي يقومون بها من خلال العمل المستمر والجهد المتواصل لصناعة الكثير من مستلزمات الحياة اليومية، سواء بجانب الزراعة أو العمل اليومي. مشاهدينا الكرام، راح يكون معنا أحد الحدادين بهذه الصنعة لنتعرف أكثر على كافة جوانب هذا العمل الشاق أيضا والخطر بنفس الوقت. تابعونا. إذن حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الجولة اللي شرحنا لكم عنها قبل قليل، واللي هي أحد المهن اليدوية اللي يشتغلها أحمد في محافظة كربلاء. خلونا نتعرف أكثر على أحمد. حياك الله يا أحمد. الله يحيي أصلك حبيب قلبي. أحمد، يسألون إنه شنو شغلتك بالتحديد حتى يعرفوها؟ شغلتي أنا بالحداهدة والزناجيل والسناسل وشابه ذلك. أحمد، هذه المهنة اللي امتهنتها أبن عن جد أم يعني مواكبة للوضع الحالي اللي تعيشه؟ لا أبن عن جد. أبن عن جد. كل شيء أقدر أشتغل، يعني الزراعي، اليدوي، السناسل، كل شغلة متعلقة بالأدوات الحديد أشتغل. خلينا هسا نتخصص بموضوع معين اللي هو السنسلة. شنو اللي يميز هذه السنسلة عن السنسلة العادية اللي نشوفها، أو هذه يعني بصورة خاصة، يعني هذه شنو يفرقها عن اللي تسويها الآن؟ واي بيها فرق حبيب قلبي. هذا شغل يدوي مبين مبروم، شغلة أنتيكة حلوة. ثم هذا الصب، هذا يجي صبابه صيني عادي طبيعي، يعني حتى المشتري وقت ما يشوف هذا أول شيء ينبهر بشكله، ينبهر بشغلته، يحس أنه هذا أقوى، وبالفعل هو أقوى، لأنه حديدة قدام عينك. هاي شوفني دا أبرمها، برم وأرجع أعوجها وأكملها، وبالأخير أرجع أقفلها. يعني أكيد الشغلة متعوب عليها، مبينة تبين أكثر من ما هذا اللي يجي جاهز اللي هو الصب. شوف الحباية شلون طلعت مرتبة وقوية، يعني من تريد تفتحها صعب إلا قص، عرفت شلون؟ فمبينة إنه هذه عن هذه تفرق بهواي شغلات. أي هذا استعمالها، استعمالها هي متر ونص نستعملها تكرم للحمير اللي تنحط على ظهره وتربط، يسحب بالعربانة قوي أقوى من هذا. هذا لا ينفتح احتمال. هذا ايش قد تتحمل وزن؟ هاي تتحملها تقريبا 50 كيلو أو بالزايد 60 كيلو، بينما هاي لا تنضرب في 2 في 2.5، يعني 150 كيلو تتحمل هاي. يعني اطبيها جارنتي انه 150 كيلو تتحمل ومرتاح، يعني بالي صافي من عندها، لانه مبين شغل مرتب درجه اولى، مبين شغلتها. زين، مثلا 10 امتار من هذه اكيد يعني محتمل تستغرق دقائق يعني حتى تكمل، لكن بعملك اليدوي. بعملي اليدوي انا كل دقيقتين ونص اعوج 25 حباية اللي هي هاي، هذا يصلحوا له تعويج. هل تشوفها هاي الحباية تعويج، دقيقتين ونص أعوج 25 حباية، ودقيقتين ونص أقفلهن، يعني 5 دقائق أطلع زنجيلين أبو المترين. أي إذا جاهز أدي الأدوات الأولية اللي هو هاي الحديدة، تنقص تقريبا 23 سنتيمتر، زين تنقص حتى تطلع هاي الحباية، هاي وزنها، هاي كبرها، يطلع هذا 23 سنتي. أقصهن، أحضرهن، أخمره، أذبه بالنار لحد ما يصير لين، يعني أقدر أعوجه، عرفت شلون؟ شوف أعوجه براحة، إذا ما أذبه بالنار ما ينعوج براحة، يصير شوية سرت نوعيته، يصير قوية شوية، بس من أخمره ويصير لين أقدر أشتغل بيه، أعوج بيه براحتي، أرتب بيه براحتي، أقفله براحتي، عرفت؟ فيستغرق أدي الوقت، إذا جاهز أدي الحديد 5 دقائق أطلع زنجيل أبو المترين، يعني بالساعة مع الزنجيل. بخصوص السعر، يعني اكيد هذه ارخص لو الزنجيل اللي سويته. ارخص بالنسبه لي كتكاليف، هاي تكلف، يعني انا اقصد انه كونها على الصب وسريعه الانجاز فاكيد تكون ارخص قياسا بالزنجيل اللي تسويه. ارخص صح،
بس شغلي هم رخيص اذا بطريقه واحده، اذا انا اشتغله ما يكلفني يعني بس تعب، تعب يصير هذاك ارخص، بس انا اذا اتعب عليه هذا لا، هذا يطلع ارخص من ذاك، رغم انه هي شغلتي الاساسيه واصليه ودرجه اولى. بينما هذا يعني الوزن هذه تتحمل 50 وهذيك 50 بالزايد 60 هذه تتحمل 150 كيلو بالقليل يعني، ودا يشيلون عليها دا يسحبون بيها بالعربانه كميه اكبر، بس الها تحديدا تقريبا 150 كيلو اذا مو اكثر. بلى طلبات اكثر على هذا الزنجيل او على الزنجيل اليدوي؟ لا بالعكس اليدوي، اي شغله يدويه مطلوبه كثره يعني. هسه احنا حاليا بوضع قد يكون الوضع شويه ماديا مو زين، لكن يعني اكو اقبال على هذا يعني؟ اقبال على هذا لانه يحسون بيك منظر نظريته احلى، تعرف اليوم واقع حالنا يدور الجمال اكثر من صحيح. من بس اكو ناس انتيكه تدور، تدور الشغله المعتقه، تدور الشغله المرتبه الانتيكه اللي هي قديمه، وحسب هالمسافه هاي الفتره اكو ناس متعايشه ومتعلمه على هذا اكثر من هذا. فانا هسه اليوم هالفتره هاي مطلوب من عندي شوف الجنجيل هذا قدامك اللي احنا نصيح له صب، مطلوب من عندي 200، بينما من هذا مطلوب من عندي 800، يعني 4 أضعاف، مع العلم اثنينات راح يشتغلن المعمل واحد، عرفت شلون؟ هذا مطلوب من عندي 800، هذا مطلوب من عندي 200، انا مقص لا يصير متر متر و40 وزياده نزود له هذا الشناقي الاثنين يصير متر ونص بالضبط، عرفت شلون؟ اي اذا خلينا نشوف طريقه العمل اللي تقوم بها. طريقه العمل خلينا نشوفها هذا قدامك. مبدئيا بدون قوالب هذا اشتغله يجينا، ما هي اساسا تجي حديده عدله، بس مساعده الصغار يكملوا لي بس هذا الراس يجهزوه في سبيل بعدهم ما متعلمين هالشغله، عرفت شلون؟ فيكملوا لي بس الراس، اعلمهم مبدئيا وحده وحده اول بدايه. فهل تشوفه هذا قدامك دا اعوجها، عوجتها صارت عندي مثلا 25 حبايه نفس ما حكينا قبل شويه، الدور يرجع يتقفل بهذا الشكل بهذا الترتيب، تتقفل وتطلع هاي الحبايه. بالمناسبه انه حبايه تشبه حبايه يعني من اسوي لك اياها وحده تشبه اللخ، نفس القياس نفس القياس نفس الميزان نفس الربطه، عرفت؟ زين انا من متهيئ الشغل عندي يطلع عندي شغل سريع، وبنفس الوقت بكل روح رياضيه يعني مبسوط بيه متونس مرتاح يعني، عرفت شلون؟ عليكم السلام ورحمه الله. خلينا نشوف هاي قدامك، هاي رابع حبايه. احمد خلينا نتحدث عن المواد الاوليه، موجوده بكثره هنا، والدوله تدخل بهذا الموضوع؟ يعني اذا تدخلت تقدر توفر لك مبلغ اقل من صرفك للمواد الاوليه؟ اكيد اكيد طبعا، اذا تدخلت الدوله اني يجوز اذا اتعب مثلا نص بهالشغله هاي لا راح اتعب اقل من هالتعب هذا اللي انا دا اتعبه، بباسطه راح تخصص لي الحديد، راح تجهز لي المواد الاوليه، تسلفني تخليني مثلا اقدر اكمل الكادر العملي من مقص من ماكينه لحيم من مكان مساحه من حديد اقدر ابور من هواي امور بباسطه مساعدتني هي. بس تعرف انت مثلا يعني انا على قد حالي بصراحه الحمد لله الامور متيسره والحمد لله، بس على قد حالي بمكان ما اجيب لي طن حديد اشتغل به اجيب لي 200 كيلو 250 كيلو حديد يطلع من الفضلات مال الحديد التسليح، تعرف هاي تجي بيها ربطه حديد المسلح للبناء، فينعزل هذا الحديد من عنده كصوره ينحط على صفحة، أجي أنا أشتري من عندهم يبيعوا لي، بس ما أقدر أشتري بكمية كبيرة أول شيء من باب المادة ومن باب المكان ما عندي، فأظل حاير صراحة، عرفت شلون؟ بس لو متوفر هاي الشغلات الثانوية اللي قلت لك عليها والدولة دعمتني لا بالفعل أقدر أسوي معمل، الشغلة ما تصير مخربطة. يعني أنا هسه الحديد قسم دابة بالبيت قسم دابة باب المحل، هل تشوفه أنت قدامك؟ يعني صراحة حيرة ولكن احنا شو تريد تسوي؟ ما عندك صنعة ثانية،
ويقول اليوم كل من متعلم على شغلته وكل من طلع غير فنه تعب. فهذا الفن اللي انا اعرفه وشغلتي به انت، يعني ما اقدر اغيرها، احس بيها ماشيه بدمي. خلينا نتركك حتى نشوف طريقه العمل. السيد المصور يركز لي على الموضوع. حاولت انه هذه الصنعه يعني تعلم بها اللي موجودين بالبيت، يعني لو بس انت اللي اكتسبتها. اكيد اكيد علمت اخويا الاصغر من عندي، طبعا اخويا الاكبر من عندي مهنته، والدي قلت لك احنا مستار فيها ابا عن جد، عمي كنا فت كادر يعني كلش كبير، بس هسه القله القليل يعني صرنا مثلا بقينا اني واخوي الاكبر من عندي وهالشوفه اخوي الاصغر من عندي متمرسين بهاي المصلحه، يعني ما نقدر نعوفه، يعني يروحون يرجعون نرجع على نفس الشيء، يعني صراحه ما نقدر، يعني شلون نقول احنا ماشيه بدمنا هالمصلحه هاي. واضافه دا اطلع ابني الصغير بعد 5 سنوات 6 سنوات اجيبه هم يتعلم، هم يقول لي بابا اريد انا اشتغل. اريد ايام العطل يعني. ايام العطل نعم، ايام العطل اي اجيبه وياي. زين بخصوص الكهرباء اتوقع انه ايضا مشكله، يعني هسه احنا الان بدون كهرباء يعني عائق تعتبره ثاني لعملك؟ طبعا طبعا عائق، لانه هسه شفنا انا هسه عرقان يعني تعبان صراحه، انت من توفر لي الاحتياطات اللي انا احتاجها صراحه تسهل علي هواي امور وتخليني انا مستمر احسن من ما اكل وامل وبالاخر اطلع خاسر الطرفين صراحه، هم ضايج انا من الشغله ومزعوج من عندها، وثانيا وبعد مالي واهس بيها، بس بينما من تجيك الكهرباء صحيحه ومن تجيك المواد الاوليه صحيحه، اللي راح تجيب الشغله وياك راح يحب هالموضوع بباسطه اكو راحه بالموضوع، بس اذا يبقى تعب 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 كل ضوجي مل يطلع، يقول لك انا ما مجبور اشتغل هالشغله هاي، عرفت شلون؟ وهكذا الله كريم يعني امور ان شاء الله طيبه. عندك نماذج ثانيه للعمل يعني بعيدا عن السلسله مشتغله؟ اي انا الاحظ انه هذه حذوات للفرس. هذه حذوه الخيل اللي هي او الخيل زين. هاي الحذوات ايضا صناعه ايد؟ طبعا هم صناعتي، هذا هم شغل ايدي، هذا هم شغل ايدي. استاذي الفاضل انا فنان بمصلحتي، يعني من اقول لك فنان فنان يعني اعوذ بالله من كلمه اني، هذا شغلي يعني اني بسنه ال 99 مسوي فد انقر للفرقاطه كبيره ببغداد طلبوه من عندي كلش كبير بحيث يوقف هاي الباخره الكبيره اللي هي معترف عليها انه يصلحوا لها فرقاطه. المهم فهاي مسوي انقر كلش كبير واني صغير السن، يعني كان عمري بوقتها 15 سنه وانا مسوي هذا، ولحد الان انه اذا يحكون بيقولون هذا سواها شاب 15 سنه، كنت قبل اشتغل بساحه الشهداء بغداد وسويت هذا الشيء، ولحد الان هو ببالي، ولحد الان الناس اللي هم اخذوا من عندي هذا الانقر الكبير لحد الان يحكون به هذا الموضوع، ولا زالوا انه يريدون انه يحصلون على مواد ثانيه اللي هي مثلا المجداف، اكو مجداف اكو فرش شغلات هذا اللي يحتاجوهم من عندي اسوي لهم اياه، لان قلت لك انا فنان بشغلتي. هذا باو عليك، هذا اذا تعرف مالت السياره الروطه اللي تنحط جوا الدبل مالت السياره، هذا اشتغله نفسه، شوفها هاي احنا نقول عليها الحديد ورقه نقول عليها، فهذا اشتغله اذبه بالكوره واشتغله واطلع هذا الفاس، يعني هاي كلها مهنتي. حتى عندي انا اضافه على هذا العمل؟ لا هذا صيني بينما هذاك عملي، هذا عمل ايدي. هذا؟ اي بلي.
لا لا هذا هذا لا هذا جوا إيه هذا عملي مكتوب عليه حتى اسمي. هذا شغل ايدي انا بالشغله. هل تشوفوا هذا اللي احنا نقول عليه يطغان، او هذا الختم مالتي احمد الريان ابن ابو محمود الحداد هيثم العبودي اللي هو ابويا الملقب. هذا شغل ايدي وزنه تقريبا 400 غرام. وهاي انا مشتغلها من قرن الحلال اللي هو الثور اجل السامع. اي هذا حافره من قرن الثور ومسوي له ان قوي يصير قوي زين. وهذا شغل ايدي وهل تشوفه قدام عينك. فكل هذا من الادوات اللي احنا نحكي عليهن اللي مختصات بالحدادين انه هاي ادواتي، مثل الفاس مالت النجاره اللي هو هذا فاس مال زبر اللي هو يحفرون به للزراعه الخيار. اما هذا فاس نجاره يسرحون عليه، نحط له ربط كبير ويحفرون به على الواقف بمكان ما يدنق. لا يحفرون به هو واقف يحفر به، يسرحوا له فاس نجار. اما هذا فاس زبر، عرفت شلون؟ اما الفاس هذاك اللي هو الاكبر يصير عرض به. ايوه احسنت. اي هذا يصير به عرض اكثر، هذا فاس للحفر للمكان يحفر به حتى ياخذ مساحه اكبر. همين نفس الطريقه اللي قلت لك عليها. هذا يجي من ورقة السيارة اللي مكسورة اللي زايد اللي ناقص، يعزلوا على صفحة، تجي الحدادين اللي مثلي مثلا يشتروا هذا ويصوغوا يطلعوا الفاس اللي معترف عليه فاس الزبر. اذا خلي اتركك تتابع عملك حتى لا يداهمنا الوقت. للموضوع هذا فاس البناء اللي يبنون به، هذا من الشيش التسليح، عرفت شلون؟ هذا كلها مصلحتي، وارجع لك على مصلحتي الأساسية والأولية اللي هي الزنجيل اللي واضح قدام عينك اللي قاعد تشوفه. نهاية الموضوع أريد أراويك شغلة، ما حكينا على شغلة قولوا ياي السكينة التكريم اللي هي هاي السكينة. هاي السكينة يستعملوها للتكريب للسعف، ما سعف احنا ندقها نفس ما قلت لك، انه هذا اللوي مالت السيارة هم يطلع زايد مكسور الدبل اللي هو يصرحوا له لوي مال السياره، هم ادقه واكمله وبعدين اضربه كوسله واجهزه واحط له يده. وتحياتي لكم، وان شاء الله رب العالمين يخليني مستمر على هذا الشغل واراويكم بالشغلات المقبله، اراويكم شغلي بالاساس والكوره والحداديه اللي هي دام ديم، هذا شغل الحدادين. تحياتي. شكرا. اذا مشاهدينا الكرام، هذا ما حصلناه من أحمد رافقنا اليوم ببرنامج جولة مراسل، تعرفنا على كثير أمور خاصة بالحدادة، وهذا ما دائما نعهده من شباب العراق، هم دائما فعالين للأعمال اليدوية والمنتجين لوطنهم. لقناة التغيير الفضائية تابعوني مرة أخرى عبر هذا البرنامج، إلى اللقاء.